سماحة الشيخ، كثر السؤال من الإخوة عن خروجه من معتكفه، فبعضهم يخرج لسيارته لتغيير ملابسه، وبعضهم يخرج مرتين للفطور والسحور، والبعض من أجل الهاتف للإطمئنان على أهله، والبعض الآخر لحجز التذكرة، وبعضهم للاغتسال وغير ذلك من الضرورات، فهل هذا يؤثر في اعتكافهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم، الخروج الكثير والخروج لغير حاجة هذا يؤثر على الاعتكاف، يعني معنى الاعتكاف أن يبقى الإنسان في المسجد، فإذا تكرر خروجه قل جلوسه في المسجد، إنما يخرج لما لا بد له منه، لما لا بد له منه كقضاء الحاجة، يخرج لدورة المياه لقضاء الحاجة، يخرج للوضوء، يخرج لإحضار الطعام الذي لا أحد يحضره له لأنه ضرورة هذا، وهذا لا يؤثر على اعتكافه. إذا خرج لحاجة لا بد له منها هذا لا يضر اعتكافه، أما إذا خرج لحاجة له بد منها ما هي بلازمة فهذا يؤثر على اعتكافه. هذه هي القاعدة في الاعتكاف.